حرف الدال ذو النون المصري. قال شيخنا ابن عربي الله طائي الأندلسي الحاتمي في روح القدس كتابة يعني، حدثني محمد بن عبد الملك قال قال عبد الباري قلت لذنون المصري صف لي الأبدال، فقال إنك لتسألني عن دياج الظلم لأكشفها لك يا عبد الباري. قم، هم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيما لربهم لمعرفتهم بجلاله، فهم حجج الله تعالى على خلقه، ألبسهم النور الساطع من محبته ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواصلته، وقامهم مقام الأبطال لإرادته، وأفرق عليهم الصبر من عن مخالفته، وطهر أبدانهم بمراقبته، وطيبهم بطيب أهل معاملته، وكساهم حللا من نسيج مراداته، ووضع على رؤوسهم تيجان مودته، ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب فهي معلقة بمواصلته، فهمومهم إليه تأثره، وعينهم إليه ثائرة فهمومهم إليه ثائرة وعينهم إليه ناظرة. توفي ذنون عام 245، وقيل عام يمكن 200 أو 300، لا 248، هو بخميم بمصر مولانا. الله، ليش انت قلت لك كم مره سوي لي مقامه هو وشيخون يا راجل؟ الله يسامحك يا المحروس.